مرتديا كمامته وملوحا بيده. هكذا ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحيي مؤيديه خارج مستشفى والتر ريد بولاية ميريلاند، باعثا برسالة للجميع بأنه بخير وعلى أهبة الاستعداد للعودة إلى ممارسة مهامه في أقرب وقت. ترامب وقبل خروجه في هذه الجولة القصيرة قام بنشر كلمة له عبر حسابه على تويتر قائلا إنه تعلم الكثير عن فيروس كورونا. كانت رحلة مثيرة جدا، تعلمت كثيرا حول فيروس كورونا. هذه كانت مدرسة حقيقية وأنا فهمت ذلك وأدركته. هذا شيء مثير جدا للاهتمام وأنا سأبلغكم به. يأتي ذلك عقب إحاطة للفريق الطبي المشرف على الرئيس الأمريكي والذي كشف أن ترامب قد يخرج من المستشفى إلى البيت الأبيض اليوم بعد تحسن صحته بشكل كبير. وأقر الفريق الطبي بأن مستويات الأكسجين في دم ترامب انخفضت وأصيب بحمى شديدة صباح الجمعة. الرئيس أمس حصل على جرعة ثانية من رندسيفير، فحصناه ولم نرى أي شيء غير طبيعي. القلب والكبد والكلى كلها على ما يرام، وطبعا سنقدم له الدواء لمدة 5 أيام. اليوم يشعر بتحسن، نأمل في أنه سيخرج ربما غدا أو بعد غد في أقصى حد ليعود إلى البيت الأبيض. بعد حالة الإرباك التي شابت صحة الرئيس يوم الجمعة حتى السبت صباحا والتقارير المتضاربة التي أثارت غموضا واسع النطاق، بدت الصورة واضحة الآن بشكل كبير. تحسن مستمر وعودة قريبة للبيت الأبيض ما لم يحدث أي طارئ.